الرجاء البيضاوي نادي اتحاد الفتح الرياضي الرباطي. اكيد انها مباراه من ذهب اليوم، نقطه ستكون من ذهب، نقطه بمثابه 30. فريق سيتسع وسيظل خمس نقاط، يعني امر صعب في خمس مواجهات. يتابعون المواجهه على امل تسجيل هدف دقائق الاخيره. عودة عصام بادة لمواصلة المباراة رفقة زملائه ورفاقه بالفتح الرباطي. الوقت البدل دوري المحترفين في أول عالم وعام للاحتراف. هذه كرة مرفوعة متابعة بالراس، كانت كرة صعبة بعيدا عن المرمى. الحارس خالد العسكري. دقيقة وتنتهي المواجهة في وقتها الأصلي في انتظار الوقت بدل. محاولة كرة صعبة وفي الأخير تدخل دفاع الفتح. جدار من إسمنت مسلح من أجود الأصناف ودفاع الفتح الرباطي اليوم. كرة لرجاء، الحكم يمنح. كرة مرفوعة متابعة بالرأس، مازال الخطورة رشيدة سليماني. كرة سدد جول. يتذكر الأيام الخوالي لما كان مهاجما، لما كان هدافا بسريع واتسم، لما سجل أزيد من 37 هدف. رشيد السليماني يسجل هدف من ذهب، هدف أغلى من كل المعادن النفيسة. الرجاء يتقدم بهدف لصفر، وأنا أذكر المراجعة في آخر انتصارات أمام الاتحاد كانت في الوقت البدل الضائع. الرجاء هدف لصفر أمام الفتح الرباطي في وقت صبع صعب 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 جدا، في وقت قاتل، في وقت حساس، في وقت صعب جدا على اي نادي في اي بطوله في اي قاره من قارات العالم الخمس. الرجاء البيضاوي متقدم بهدف لصفر، هدف لصفر. انتظر الوقت المناسب، انتظر الزمن المناسب امام فريق منظم لا يستحق الخساره اليوم، لا يستحق الخساره اليوم الفتح الرباطي. هنا الكره تسدد في يد الحارس خالد العسكري. هدف لصفر للرجاء في وقت صعب وصعب للغاية، في وقت صعب صعب جدا. هدف قاتل، هدف قد يساوي اللقب للرجاء. ولو أن أمور سابقة لأوانها لم تنتهي البطولة بعد، هناك خمس جولات، خمس جولات تنتظر الجميع للاحتفال باللقب الغالي، باللقب الثمين، باللقب الذي يساوي الكثير في عام الاحتراف، في عام الاحتراف الأول. قلت رجاء انتظر لأزيد من 40. مشى بكرة ياسين، مشى بكرته من الجهة اليسرى والحكم يمنح الامتياز. ضربة مرمى للحارس عصام بدة. نلعب الدقيقة الثانية من الوقت المضاف، الرجاء متقدم بهدف لصفر. هذه كرة ياسين الصالحي، كان معاه المدافع الأوسط تراوري. آخر تغيير للمدرب بيرترون مارشون، بيرترون مارشون ورشيد السليماني سيغني اليوم منفردا بعيدا عن باقي رفاقه بهدف يساوي ذهبا، بهدف يساوي ذهبا. رشيد السليماني المدافع الايمن الذي قلت منذ انطلاق المواجهه الذي ثبت كمدافع ايمن، كان ابرز المدافعين نهايه الاسبوع الماضي واستحق مكانته ضمن التشكيل النموذجي في مجله 100% اسود. يعود مره اخرى ليؤكد مكانته كمدافع ايمن من ذهب. دخول سفيان طلال مكان ياسين الصالحي. احتفالات كبيرة وكبيرة جدا بمدرجات المركب الرياضي محمد الخامس. هذه كرة بالراس مشات اتجاه مالكويت. تعود الفتح الذي يبحث عن هدف التعادل. اسماعيل بالمعلم، محمد امين البقالي. الفتح عنده مقدورات لتسجيل هدف التعادل، عنده امكانيات لفعل ذلك، لتحصيل ذلك. هذه هجمه مضاده، مشات كره للجهه اليمنى سمير ماركوي. خروج عصام بده الذي يحول الكره اتجاه المهاجم صريح البديل تراوري. فرصه هدف، فرصه هدف. هذه كره ممتازه جدا، كره ممتازه جدا. تختلط الاوراق، تختلط الاوراق امام مهاجمي الفتح، كانوا قراب وقراب بزاف من هدف ثاني. عبد الحق العريف، عبد الحق العريف لاعب برتبة عريفة اليوم، برتبة عريفة اليوم يبحث عن الهدف، يبحث عن التسديد. عنده حلول من الجهة اليمنى، عنده حلول. كرة تسدد وعصام بدا في المكان المناسب. يا لها من نهاية مباراة مثيرة، يا لها من نهاية مباراة صعبة حامية الوطيس بين الرجاء البيضاوي والفتح الرباطي. والفارق يتقلص الآن لنقطتين فقط،
لنقطتين عن الفتح رباطي. مباراة المغرب التطواني ورجاء ستكون الآن، ستكون من آم وجاء دوري المحترفين. هذه آخر الفرص في المواجهة. الفتح رباطي أتيحت له فرصة تعديل النتيجة، فرصة تعديل النتيجة، إلا أنه لن يوفق في ذلك. كان قريب من تسجيل هدف التعادل أمام مرمى الحارس خالد العسكري. 30 ثانية وتنتهي المواجهة. خالد العسكري مصاب، خالد العسكري مصاب. المباراة في طريقها للنهاية، في طريقها للمشهد الأخير في مباراة درامية. أكيد مباراة درامية والاحتفالات كبيرة وكبيرة جدا في مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس. أترككم مع الاحتفال ولو لثواني. هذه فرصة، هذه فرصة الفتح. كان لوحده، كان لوحده أمام مرمى الحارس خالد العسكري. لم يستطع التفاعل مع فرصة كان بإمكانها أن تعيد الفتح للمواجهة. ودا رشيد السليماني اختار الحل الأنسب، الحل المناسب في الوقت المناسب في المباراة المناسبة، وهو من يبحث عن لقب آخر مع الخضر بعدما ساهم مع سفيان العلودي في دوري أبطال العرب عام 2005 أمام إمبي القاهرة المصري، وساهم في ألقاب بطولة أيضا مع نادي الرجاء البيضاوي. اليوم رشيد السليماني يساهم في انتصار مندب أمام المتصدر، أمام الزعيم المؤقت نادي اتحاد الفتح الرياضي الذي لا زال محتفظا على صدارته بفارق نقطتين. كرة مشابهة، كرة مشابهة ممتازة جدا، ممتازة جدا. ما زال الخطورة، ما زال الخطورة. كرة للرجاء، إيلاير كوكو تعود للفتح رباطي. عنده مشرف سليم، احتاد مشروع مدافع ايسر قادم بقوه في دفاع الرجاء. تغطية موجودة من دفاع الفتح. اخر فرص الفتح في المواجهة، اخر فرص الفتح في المواجهة. يبحث عن هدف التعادل، هدف التعادل للفتح سيكون من ذهب. هنا الكرة تسدد في يد الحارس خالد العسكري. كان فعلا المشهد النهائي في مباراة القمة بين الرجاء واتحاد الفتح الرياضي. الرجاء يستحق 3 نقاط والفتح لا يستحق الخسارة للأمانة، لا يستحق الخسارة للأمانة. هدف لصفر، هدف لصفر. المباراة لم تنتهي بعد آخر الثواني، آخر الثواني، وتنتهي المباراة بصفرة. الحكم محمد يرى إصابة أحد لاعبي الرجاء. الترتيب المؤقت، الفتح رباطي في الصدارة 47 نقطة، المغرب التطواني في المركز الثاني في مركز الوصفة 46 نقطة، الرجاء ثالثا برصيد 45 نقطة، فارق نقطتين فقط عن الفتح رباطي. يعني حسابات كثيرة ستلعب في البطولة الوطنية في الجولات الأخيرة، في الأيام الأخيرة من البطولة الوطنية. مباراة قمة ستكون بين المغرب التطواني ورجاء، مباراة هامة ستكون ما بين الاتحاد السكري للخميسات والفتح. يعني ما يساهم في زيادة من سومة وشأن البطولة الوطنية، وأن أندية الصدارة ستلعب مع الأندية التي تنافس من أجل تفادي النزول، من أجل تفادي أن تهوى للدرجات السفلى في البطولة الوطنية. يعني حماس، حماس كبير وكبير جدا من دون شغب، بعيدا عن التعصب. هذه رسالتي لمن يتابع هذه المواجهة، لمن يتابع هذه المباراة. كرة قدم جميلة خالية من أي تعصب، من أي نوع من أنواع التعصب. هذه كرة للفتح رباطي، كرة مرفوعة مبعدة من إسماعيل بن معلم، والكرة في التماس. آخر فرص الفتح رباطي. نلعب الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع، وسيدي محمد يرى ينهي المواجهة بانتصار هام للرجاء أمام الفتح. 3 نقاط للرجاء. كل الاحترام، كل تحية للفتح رباطي. هذا سفيان الرشيد يحييكم على أمل اللقاء في مباريات مقبلة لكم. تحياتي الخالصة، شكر خاص لكل الزملاء التقنيين ممن أشرفوا على البث المباشر، سمير الرشداني وكل الطاقم والزملاء من مصورين وتقنيين في الوحدة السادسة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. دمتم في رعاية الله.